حاولوا ننقذوا الطفل ريان ونرجعوه للام ديالو. المحاوله الاولى للاسف باءت بالفشل، قدرت نهبط 17 متر من بعد ما قدرتش نكمل لان الماتريال البوزيسيون ما كانش هو هذاك. رجعت من بعد ما ارتحت تواصلنا مع تنسقنا مع رجال الوقايه المدنيه والسلطات المحليه ومع ليكيب ديالي، بدلنا التقنيه وزدنا ماتريال اخر وزدنا الحبل، وقدرت نهبط 28 متر. وصلت لواحد المسافه اللي بقات القطره ديال 20 سنتيمتر مستحيل ان الانسان يدخل فيها. حاولت انني نبقى نوسع الطريق ديالي، كنحفر برجلي وبيدي. تواصلت مع الطفل قلت له عمو راني غنهبط واش كتسمعني؟ كاين تجاوب. من بعد جيت بقيت كنحاول نشوف دقيقه، شفت الاكسجين بقى يتكونسوما. هضرت مع ليكيب في الراديو، عطيتهم ميساج قلت لهم بانني صافي راه طلعوني. طلعت وحالت في المره الاولى وبقيت كنحاول نحرر راسي، وحالت المره الثانيه اللي فيها سخف تغيبت 10 متر الاخريه ما كنت فاقد الوعي، حتى لقيت راسي ان رجال الوقايه المدنيه ومسعفين الزملاء ديالي كيقوموا بالاسعافات ديالي.